تواصلت أعمال قمة المستقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكانت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قد تبنت أمس ميثاقا يهدف إلى وضع العالم على مسار أفضل. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أطلق في وقت أو في العام 2021 فكرة قمة المستقبل، التي قدمت على أنها فرصة فريدة لتغيير مسار تاريخ البشرية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيويورك موفد قناة الأخبار الزميل منور مرضي. إن كنت تسمعني بشكل جيد، ما هي أهم ملامح اليوم الثاني من قمة المستقبل؟ وإذا أردنا أن نتحدث أيضا عن الأصداء عشية افتتاح أعمال الجمعية العامة في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على غزة ولبنان والتحديات الأخرى التي تواجه المجتمع الدولي، منور تفضل. شكرا بسام، وأهلا بالمشاهدين الكرام. بسام، نحن اليوم في اليوم الثاني لقمة المستقبل. قمة المستقبل أصلا بدأت بميثاق المستقبل وبإعلان الأجيال القادمة وبالميثاق العالمي الرقمي. لا شك أنه انعقاد قمة المستقبل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة 79 كانت من خلاله دعوات عديدة للوقوف وتجديد هذه المنظومة الأممية. بدأنا بالأمس بسام كما تعلم، وكانت هناك كلمات لرؤساء الوفود المشاركة استغلالا للأسبوع رفيع المستوى لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، وهناك مشاركة من ما يقارب 113 رئيس وفد دولة من ضمنها الكويت. وكان هناك انتقادات عديدة بسام لنظام الأمم المتحدة الذي تعمل به منذ 79 عاما. كانت هناك مطالبات عديدة لتجديد وتحديث هذه المنظومة، وأيضا هناك إشارة إلى أن مجلس الأمن أصبح شبه عاجز، بالإضافة إلى أنه لا تكون هناك حتى محاسبات لبعض المنع للقرارات. إذا هناك 5 دول بالإضافة إلى 10 تتبدل في مجلس الأمن، وهناك مطالبات لتمثيل أوسع للدول ولتمثيل أوسع أيضا للقارات. أمريكا الجنوبية غير موجودة، آسيا ربما فقط الصين، ومن ثم هناك مطالبات بتعديل هذه الآلية، بالإضافة إلى توزيع التكنولوجيا بشكل عادل عالميا ليكون الدول التي لا تحظى بتقنية عالية مواكبة للدول الأخرى التي تمتلك هذه التقنيات العالية، بالإضافة إلى الانتباه إلى جيل الشباب، إدخال الشباب بالقرارات التي تخص الدول وأيضا القرارات التي تكون عالمية وتخص جميع الدول. المطالبات يعني تنم عن أنه لا يوجد رضا لشكل الأمم المتحدة بشكلها الحالي. العديد من رؤساء الوفود المشاركة في قمة المستقبل أشارت إلى ضرورة تعديل وتحديث هذه المنظومة التي يعني بدأ العمل بها من الحرب العالمية الثانية. هذا فيما يخص قمة المستقبل الذي خرجنا منه بثلاثة إعلانات، هي إعلان المستقبل أو ميثاق المستقبل وإعلان الأجيال القادمة والإعلان الخاص بالمنظومة الرقمية العالمية. أما فيما يخص الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ أعمالها غدا بسام، هناك العديد من الجهود التي أيضا يعني تستمر في المطالبات بتحديث منظومة الأمم المتحدة. هناك العديد من اللقاءات التي أجراها ممثل حضرة صاحب سمو ولي العهد مع العديد من الدول، منها من ضمن منظومة دول مجلس التعاون، ومنها من الدول القارية المشاركة لنا في قارة آسيا. وهناك لقاءات عديدة أيضا في أو مع مسؤولين أخر في قارات أخرى وممثلين لدول أخرى. كل هذه الجهود بسام يعني للخروج ربما باتفاق ضمني أو بصوت أكبر للنظرة التي نقلها سموه خلال كلمته في قمة المستقبل لتحديث هذه المنظومة التي
الكثير الكثير منهم يحدث أو يتحدث عن أنها لم تعد نافعة للأجيال القادمة. نعم. بالإضافة إلى المشاركات من قبل مجاميع الشباب في قمة المستقبل التي دعت إلى تحديثها. بسام. نعم، ولكن النقطة الأخيرة، هل رصدت بعض الأصداء نتيجة لعشية الافتتاح وما يحدث اليوم في لبنان وغزة منور؟ نعم، هناك دعوة بسام كما تعلم لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن مع هذه التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط. وأيضا إذا ما عدنا إلى قمة المستقبل، كانت هناك إشارة لفشل مجلس الأمن باستصدار قرارات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان ممثل سموه يتحدث عن الكيل أيضا بمكيالين تجاه القضايا. هناك إذا ما تحدثنا بسام كمثال فقط عن أوكرانيا والحرب الروسية، وتحدثنا عن الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل على الفلسطينيين، والآن يعني بدأت منذ أيام قليلة في لبنان والتي نتمنى أن تقف. هناك انتقاد شديد اللهجة لهذه الطريقة التي يتعامل بها مجلس الأمن، لذلك لابد أيضا من محاسبة من يقوم. وهذه مطالبات لدول عديدة من ضمنها الكويت، أن يكون هناك متابعة ومحاسبة للقرارات، أن لا تكون القرارات فقط لمصالح دول محددة هي الدول الخمس دائمة العضوية. بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك تغيير في هذا المجلس الذي أصبح عمره يقترب من 80 عاما ولم يعد نافعا للمستقبل. بسام موفد، قناة الأخبار، زميل منور مرضي، شكرا جزيلا لك.